مع بعض نسمع حفيظ دراجي ويقول إن هناك خبر صار، تعالوا نسمع ماذا يقول ويتكلم عن نهاية أزمة كان. أخبار كثيرة يصرح بها اليوم، هيا بنا نسمع. أخواتي لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة، شكرا للجميع. الأولاد الصغار والشبان بالنسبة للكرة الإفريقية، بالنسبة لي الجزائر التي تحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 أقل من 17 سنة ابتداء من الغد بمشاركة 12 منتخبا في نهاية المطاف. المنتخب المغربي سيحضر إلى الجزائر بعد شد ومد وبعد تأخر كبير جدا وبعد تردد كبير جدا. الجزائر طبعا لم تلغي الحظر المفروض على الطيران الملكي المغربي، والجامعة الملكية تحلت بالتعقل هذه المرة وأبت إلا أن لا تحرم منتخب أقل من 17 سنة من المشاركة، مثل ما حرمت منتخب المحليين من المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت في الجزائر مؤخرا. طبعا مرحبا بأولادنا ومرحبا بالأشقاء الذين سيلقون كل الاحترام وكل الترحيب في الجزائر. لا أريد أن أعلق كثيرا على تراجع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قرارها، ولكن أريد أن أبدأ بالترحيب بهم في الجزائر. أتمنى إن شاء الله تكون بطولة موفقة، ستنطلق غدا السبت بإذن الله في الجزائر. قاريا دائما حدث آخر أنا كنت أشرت إليه من زمان، لو تذكروا قلت لكم بأن نهاية كأس أمم أفريقيا 2025 ستكون في المغرب. قلت بأن كل قرار لم يتخذ بعد، ولكن قلت بأن النوايا كانت واضحة حتى قبل تقديم الملفات وقبل زيارة التفتيشية وقبل اتخاذ القرار في شهر يوليو المقبل. كنت أعلنت بأن المغرب هو الذي سينظم نهاية كأس أمم أفريقيا. البارحة تأكد الأمر بطريقة غير مباشرة عندما علمنا بأن الجزائر تقدمت لاحتضان نهائية كأس أمم أفريقيا 2027 وليس 2025، رفقة بوتسوانا ورفقة مصر ورفقة تنظيم ثلاثي مشترك بين كينيا وأوغندا وكذلك تنزانيا. طبعا أغلب الظن وأنا قلتها كذلك بأن الجزائر ستحتضن نهائية كأس أمم أفريقيا 2027. هنا فيه تجنب للحرج من كل الأطراف، خاصة من الجزائر ومن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكان فيه توافق أيضا مع الاتحاد الإفريقي بالخصوص مع باتريس موتسيبي، توافق على أن الجزائر تتقدم مباشرة لاحتضان 2027 وستنال ذلك ولا تتقدم لاحتضان نهائية كأس أمم أفريقيا 2025، لأن ذلك الأمر حسم من قبل. فعادي جدا وطبيعي الآن المغرب سينظم 2025 والجزائر 2027 و2027 يكونوا جاهزين أكثر. أكيد إن شاء الله أفضل بكثير، وهذا هو الأمر المهم جدا. نبقى قاريا ولكن هذه المرة مع خبر حصري، هذه المرة يتعلق بالرئيس باتريس موتسيبي. أكيد إن شاء الله أفضل بكثير، وهذا هو الأمر المهم جدا. نبقى قاريا ولكن هذه المرة مع خبر حصري، هذه المرة يتعلق بالرئيس باتريس موتسيبي. أغلب الظن، لا أريد أن أتحدث عن نسبة مئوية، ولكن المعلومات التي أحوز عليها تقول بأن باتريس موتسيبي الذي تنتهي عهدته الانتخابية في شهر يوليو المقبل لن يترشح لعهدة ثانية على مستوى الاتحاد الإفريقي لأسباب ذاتية وموضوعية ذاتية تعود لكونه ضيع أشغاله وخسر الكثير من الأموال في فترة 4 سنوات قضاها على رأس الاتحاد الإفريقي. لم يكن لديه الوقت الكافي لإدارة أشغاله، وتعرفوا بأنه رجل يملك ثروة تفوق 2 مليار دولار، هو سادس أغنى رجل في جنوب إفريقيا، هو يحتل مكانة ضمن 20 أغنياء إفريقيا القارة السمراء، عنده شركات كثيرة جدا داخل جنوب إفريقيا وفي إفريقيا، خاصة بالمعادن وبالذهب بالدرجاتية الأولى. الأسباب الذاتية تقول بأن الرجل قال لهم باسطة، أنا ضيعت كل رزقي وأموالي وضيعت أحوالي الخاصة، فأنا لن أترشح لهدى ثانية. العوامل الموضوعية حسب التسريبات تقول بأن الرجل جد متذمر من الوسط ومن المحيط ومن الأساليب التي وجدها على مستوى الاتحاد الإفريقي، الأساليب التي أرادت أن
تستحوذ عليه وعلى الاتحاد الافريقي، ارادت ان تورطه، ارادت ان تبتز مثل ما كان الشأن مع احمد احمد سابقا. فهو لم يقبل بكل هذا ولم يقبل بالكثير من الممارسات والمعاملات. محافظون طبعا يريدون اكيد استمراره، بينما المحافظين من جهة اخرى وانا اللي نعرفه انهم ينشطون الان من اجل ترشيح واحدة شخصية مهمة جدا، لا نقولها اليوم، شخصية إفريقية ملموقة ترشيحها لكي تخلف باتريس موتسيبي، وهذه الشخصية ستقلب موازين الاتحاد الإفريقي رأسا على عقب، وتتغير الكثير من المعطيات وتتغير الكثير من الأشياء على مستوى الاتحاد الإفريقي. إذن أغلب الظن أن موتسيبي لن يكون رئيسا بعد شهر يوليو، لأن الجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية ستعقد في العاصمة البنينية كوتونو في شهر يوليو المقبل بإذن الله. يا سيدي نكملوا على إفريقيا، هذه المرة على دوري أبطال إفريقيا. اليوم سيكون الموعد وغدا مع مباريات العودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا علمتم بأن مانوريدي سان داونز الذي أسميه أنا مانشستر سيتي إفريقيا فاز بالأربعة وأكيد ضمن تأهله إلى دور نصف النهائي قبل مباراة العودة. ترجي التونسي بعد فوزه على شباب القبائل 1-0 أيضا خطى خطوة كبيرة. الأهلي المصري كذلك بعد فوزه على الرجاء خطى خطوة كبيرة، في حين حامل اللقب نادي الوداد مأموريته لن تكون سهلة أمام سيمبا التنزاني الذي فاز عليها في لقاء الذهاب 1-0. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل هذه المباريات، ولكن أريد أن أركز على ما أثره الانهزام الذي تعرض له شباب بلوزداد بطل الجزائر 3 مرات متتالية، يتوجه نحو التتويج للمرة الرابعة على التوالي. أنت تتحدث عن أفضل فريق في الجزائر يخسر بالأربعة على ميدانه في مباراة نصف ربع نهائية أمام ماميلودي اللي كان أفضل منه، شيء طبيعي، ولكن لا تخسر بالأربعة. أعتقد بأنه هذا الأمر سيكون له تداعيات على الإطار الفني وعلى منظومة شباب بلوزداد اللي شهد تحولات وتطورات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، والأمر سيثير أيضا الكثير من التداعيات ليس فقط على شباب بلوزداد ولكن حتى على الكرة الجزائرية وعلى الاتحاد الجزائري، خاصة وأن هذا هو امتداد لسلسلة إخفاقات متتالية. لو حب الراجحة في عجالة نقول بأنه إخفاق في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، إخفاق في التأهل إلى مونديال قطر، إخفاق المحليين في التتويج بكأس إفريقيا اللاعبين المحليين، إخفاق منتخب أقل من 23 سنة من التأهل إلى النهائيات وإلى الأولمبياد، إخفاق منتخب أقل من 20 سنة، هذه سلسلة إخفاقات حدثت في سنتين، الأمر مثير للكثير من التساؤلات. نختم بالمسرح الأوروبي وما فعله السيتي بأرسنال، أو ما فعله أرسنال بنفسه بعد 4 مباريات من دون فوز، 3 تعادلات متتالية وخسارة بالأربعة أمام فريق مانشستر سيتي في المواجهة المباشرة. مانشستر سيتي الذي خلص الفارق إلى 2 بناقص مباراتين، لو يفوز بها يصبح متقدم في الترتيب بفارق 4 نقاط بعد ما كان متأخر ب 12 نقطة، تذكرون ذلك جيدا قبل أسابيع قليلة من اليوم. سيتي أكد بأنه هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأقدر، وأكد بأنه هو أيضا مرشح رقم 1 للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولو أنه هنا أنا مع من يقولون بأن السيتي لن يتوج بدوري أبطال أوروبا ما دام بيب غوارديولا موجود على رأس الفريق، ليس لأنه سيء لكن ربما لأنه نحس بين قوسين. قلت بأنه أرسنال تراجع، السيتي متوجه قبل 6 جولات من نهاية الموسم نحو التتويج بلقب الدوري. إيرلينغ هولاند حطم الرقم القياسي البارحة لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.